أعشاب طفيلية، مياه راكدة، جدران نخرتها الرطوبة وأكتاس فضلات البناء، هي مشاهد يراها السائح المتجول عندما يأتي إلى القيروان في زيارته مقام الإمام صحنون، هذا الصرح الديني الذي لا يزال يقف شاهدا على دور هذا العالم الجليل في نشر المذهب المالكي بشمال إفريقيا والأندلس. أهمل زاد كملت عليه كالزحف العمراني الفوضوي، يعني بحق زاد عليه سوق الاثنين معناها بفضلاته بأوساخه، يعني حاصره وضيق عليه، زاد معناها النفايات هذيك ولا ما نعرفش معناها البقايا نتاع البناء هذيك، زاد معناها ولا مصب نتاع بقايا نتاع البناء، هو في أمس الحاجة إلى إعادة ترميمه من جديد. وضع بيئي كارثي دفع بسكان مدينة القيروان إلى المطالبة بترميم مقام الإمام صحنون، مطلب تعهد من خلاله وزير الشؤون الدينية بتخصيص الاعتمادات اللازمة من أجل صيانة هذا المقام. وضعية مزرية برشا، مزرية تشوف ما تصورت وشفت كل شيء، ما شيء بالحق ما يشرفش ولاية القيروان. يلزمو المقام كامل، يلزمو يتعاود ترميمه كامل، وتتهيأ المكان هذاك وتو تشوف كيفاش تولي الزوار جي من كل بلاصة. أن بعض المقامات حقيقة تشكو إهمالا وتشكو تغييبا، بل أصبحت ملاذا حتى لبعض المنحرفين، وأن يؤتى فيها شيء لا يتناسب مع فضل هؤلاء العلماء الأجلاء والفقهاء الكبار الذين أسسوا للمذهب المالكي في هذه الربوع. بإذن الله تعالى وزارة الشؤون الدينية سوف تخصص الاعتمادات اللازمة بالتنسيق مع بعض المؤسسات الأخرى مثل المعهد الوطني للتراث لتستعيد هذه المعالم بريقها حتى لا تخر يوما ما لا قدر الله، أو يعني تندثر أو يصيبها يعني الإغفال والتهميش. المطالبة بإعادة ترميم هذا المقام حتى يسترجع بريقه وغيره من المقامات التي تسخر بها مدينة القيروان باتت حاجة ضرورية، لا سيما وأنها تمثل جزءا من قطاع السياحة الدينية.